يهود نبي قد دب وكود دالين دوما نجحنا كم دالين أشياء كم دالين نبي قوحة وكود دالين وبشرك بشرك لكل أمة أمين وأمين أمة أبا عبيدة بو رسول كويري أمة والبا آمن بيلهاي آمن كأمة ديدو أبا عبيدة بو رسول كويري وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه عبد الله بن مسعود حوني غشك يودن رميس بو رسول كويري مسره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة مسره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله برسول كويري نكي جعلين وأركو أهل الجنة أراد دوشي هذا السعداء ها أركبوا النبي قولي طلحة بن عبيد الله لكل نبي حواري نبي والبا قرقارة أيولها أنيقى قرقارة يقولنا وها الزبير برسول كويري عليه الصلاة والسلام داتكو دانبو النبي قولي الجنة دي جعليهين جنة نوحي جعشهي سلمان يا مقداد يا بلال يا عمار بجعشهي برسول كويري منصب رب أشعس أغبر مدفوع في الأبواب لو أقسم على الله إلا أبره منهم براء بن مالك نبي قو حوري بدنا كوا بوريسا وتيمو قو رفرف إليهين والبابد اللقو عليو وهد إلهي كو دارتان دارتو دا إلهي أقبل آيو براء بن مالك با كمد أبو رسول كويري نبي قو كمد دالين دوباي وحو كد دالي بشر داد وحو ويمي دي سدا مانتا إنكو عنكو جرنا سي كدر كنال داد كيبو ددال يفكر يدعاء وقليي dadkii waxay noqdeen sidiiqiin bay noqdeen ashaabu muhammad bay noqdeen markii dambe suhba darajad darajad ka sareysa ma jirto ciisana xawaariyiin buu lahaa baa la yidhi nabi maxamedna ashaaba lagu magacaabay jamaacadiisii ashaab khaatam alambiyaa bay suxbad la yeesheen saxaabatu muxamed baa la yidhi cali bnu abi aalib baa la weydiiyo lagu yidhi abuubakr asidiiq iyo muminkii aale fircoon midkee fadli badan wuxuu yidhi wallaahi baa ku dhaartee مؤمن كآل فرعون وأرلب اللقبو حيي ساعد أبو بكر وقد كنبي محمد كل جري أياك وضع خير بدن بويدي ذاك رجل يكتم إيمانه كاسنين وحوها إيمان كيسا قرسنا يي وهذا رجل أعلن إيمانه أبو بكرنا ننحوها إيمان كيسا مركيب موجيي ونبي قزقر تاقيبها عليه الصلاة والسلام فكمدد للنبي قد أبدا يا أرلب يا ترابك بل نبي قد بني آلنك وكدد علي بني آدمك كود دالي قوة ديسية فكر كيسينا وحكم بحيي سدي بشري دو إصلاح دا سدي بشري دو إلهي وقرطا داتكن سدي با إلهي وقود وادان داتكو سدي با إلهي أبو رعلا قولي يا شام تاسو نبي قينا كود دالي عليه الصلاة والسلام وما ذي هرب على ليدي مرا ليمر كي إلهي وحكم بحضان نبي يدي وشيغن جرين وإذ استسقى موسى لقومه نبي موسى قوم كيسو مر كي بيدونان نبي موسى إذا نو ويد إلهي بيو حواريين تو مركي دونان إن إلهي ما إذا وصوت جيو هل عيسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء نبي عيسى مرينيس إذا نو ويد إلهي إن حرن وصوت جيو ربن إسرائيل مركي دونان إن لقب دل مارك إن عنتو دا السماء دا كيمان إسل لقب دلو ومارك تاني عنتو أيو تبعان لصينا نبي موسى وشيغان أي كو إذا إلهي نو ويد إن ما ركتنا أرلاه النقص صار الثمرات يمرو ولكن نبي محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه سلجوجا وخاتم الأنبياء وإمام الأنبياء ودعادي صلى أقبل أيو أي إلى هاي كيري وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أنا قد توصي ويجي سوا عضون إنسان دعادينا ونقا أقبل أيه خاصيات كي إلى هاي أمد نبي محمد وسيبه كمتح نبي جيو ده جوجا بالقويري إلى هاي يو كويري يويديس توه حدون سنة ونية لا يعني قنا البرية ونية عجيبة يا لما نصحات النبي جو دعوة ده مستجابة هاي لماذا إلى هاي بي برتان حرق إلى هاي بي قبصدان إلى ها خالق إلى قدر الله يشاء دعوة ده ما نقطة مستجابة مستجابة نبي سليمان عليه السلام قوم جيسا نن دعادي سؤال مستجابة هاي باكو جري وصل بالله إله علاق الله لي مركو دوني عرشي بالغسين الله كان مارك تاني فلسطين والنبي سليمان كويري قال من ياتيني بعرشها قبل أن ياتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك عفريت جنك كمذا وحويري دور ساعة أين عرشي بالغسين كو كيني بور هالكاس.
قال الذي عنده علم من الكتاب أصف بن برخاوي مفسرين تدقى المقعيسة وحيري أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك القبرس أين عرشك بالغيسة كوكيني من اليمن إلى يمارك تاني فلسطين إيقا محوها يست سلة بالله إلهي بعلاق الله ياشي الله إنا فامسي يا قرآن الله إنا فامسي إيمان كان قلبك الله إنا رادعي حقيقة الإيمان الله إنا سيو هل دعو كليا نقاسي وعالي لي اسم الله الأعظم كو يغاني إلهي بعلاق الله فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من بفضل ربي الجبرس أي عرش جيب القيس من أرض اليمن إلى فلسطين لقوك يعني الجبرس ولكن أصحاب النبي رضي الله عنهم إمس خوارق العادات إمس كسو ظاهرة نلوشو كم سيدنا عمر رضي الله عنه عمر بن عاص مركو مصر تجي دتك ريم مصر عادة وحيولها ين قبض دلتا قبض بكرة oo shaabada quruux u dhalatay labadeeda waalintay raali galiyeen lacag iyo dahab wax walba siiyaan ayay wabiga Niil ku tuurayeen deenna wabigu markaas u biyihiisu ziyadeeyeen deenna markaas beeraha ku waraabsanayeen caadadii buu ka joojiyay abaar baa dhacday biyihii baa sii guraya reer Masar waxay u dhawaadeen dalkaba inay ka baxaan markaa buu joojiyay Cumar buu u diray risaalo markaas uu yahay Amir al-Mu'miniin arrintaasaan ku arkay reer Masar waana ka joojiyey biyihiina waa sii gurayaana maxaan sameeyaa markaasuu cumar ku yidhi asabta waada siibtay buu ka yidhi waada siibtay ma aragtaane waada siibtay laakiin waxaan kuu sheegayaa warqad baan soo dirayaa akhyaartoodii cuqaashooda ururiyo wabiga Niil dulteg warqadan wabiga ku dul furo ku dul akhri dana ku tuur buu yidhi wixii ilaahay ka falay meeshaa waad arki doontaa waa cumar qof baa qof warqad u dira taasaa macquul ah soo maa qof baa webi warqad u dira ka warrama wasila billah cilaaqa maca allahi bay heleen dadkaas warqaddii buu keenay warqadda waxaa ku qoran min cabdillaahi bay ka socotaa amiir almuminiina cumar bay ka socotaa ilaa waadi Niil bay ku socotaa in kunta tajri min qabliga falaa tajri haddaad awood aad leedahay aad ku soconaysa kuwa baanina ha socon hadduu ilaahay ku socosiinayay weligaana allaha waaxidkee qahaarka waxaan weydiisanay inuu ku socosiiyo warqaddii baa lagu tuuray 16 diraac ayuu kor u kacay baa la yidhi webigii ilaa joogadeena webigii isma taagin biamri illaahi yajri amarkii ilaahay baa ku socdaa reer Masar cuqaashoodii salaadiintoodii markay arkeen karaamadaas fadakhaluu fii diini illaahi afwaaja qisada labaad waxa weeyaan sayidina cumar radiallaahu canhu oo madiinata almunawara manbarka ka khudbadaynaya ciidankii saxaabiga saariye uu watay falastiin joogay ee gaaladu dhabarjabinta ay rabeen inay ku sameeyaan halkaasuu cumar kala hadlay kelimaad khudbadda aanan ku jirin ayuu ku soo daruu yidhi yaa saariyatu ljabal wayaa saariyata aljabal yaa saariya xagga buurta yaa saariya dhinaca buurta iska fiiri khudbaddii markuu ka dhaadhacay asxaabtu way yaabeen yaa amiira almuminiin maanta maxaa tidhi markaasu ihi waxaan idhi hadda inii sheegi maaye ciidanka allaha keenay buu wadarki doontaan jamaacaddii baa soo noqotay fatxi iyo haniime la soo laameen iyo galaba iyo haziima iyagoo soo guulaystay markaasay axwaashii bayaamiyeen maalin caynkaas annagoo dagaalkii u diyaar garownay oo macrakadii dagaalku noo bilaabmay ayaa gaaladu dhabarjabin nagu soo sameeyeen fa samicnaa sawta cumar wasta aljibaal buura dhexdood annagoo marayna hadalkii cumar baa halkaa ka maqalla bay yidhaahdeen hadii cilaaqa maca allah laysa mara aakhir sasiirada asxaabta مرات بدها يدل مرين بدها أصحاب رسولكم مشوا على البحار هذه النبي عيسى موسى عليه السلام قوم قيسى بدأ إلى هاي أكل جاحي بيع البدو رادين أصحاب محمد نبي محمد لسعون أي أصحاب النبي قوى بيدا يدل مرين فرضوه وهذا إبراهيم الأدهم دوني قوى لسعود دوني دون تيبا كعدي موج بدي بأدو كعدي dadkii doonta la socday oo dhan ay qanu bilhalaak halaak bay dareemeen fasaaxu sayxa way qayliyeen rag iyo dumar ubad way qayliyeen
هل مركلي أبو شيخ أهردي هردادي يبقى كعي مركاس واركي دونتي ومرة حقا أوقا دوميسا مرة حقا أوقا دوميسا دادكي ودنا أي جيري وديار رغذيني وذا قيل إياك مركاس وقعما عيرك أتاقي يا ربي أريتنا قدرتك فأرنا عفوك إله قدرت دادي نتستي دلقات أغينا نتسبو يلي بدي با إلهي فريسي مركلي علاقة مع الله بأولى المسلمك ورياضة مسلمك وحي دونان هسو أقاتان قالدو نيكا مسلمك وحي إلهي سي قوة عالم كودان هدي الله بربريغان ودق مين قوة علاقة مع الله سيرة دا كل ما سيرة دا خرستا أصحاب الرسول محايا هستان عالم كمرك الله يقول قوة دا قالدو هستان يا أصحاب توحي هستان وحي هسان أصحاب تحبا ما هي لكن صلة بالله بالله هاي علاقة مع الله درسي قانا ايه كقاتين خاتم الانبياء بيه كقاتين خاتم الانبياء غزوة ذات الرقاع مركي اصحابتو ايه كسو اللامين وقت الظهر قيد هاد معان بي نبي قعود دافين ايه كون قيدة كلي رياد سدين مركا ابو نبي قو سيف تيسي سوقا دي قيد كايو سو دي مركا سو نبي قو قيد كي هو سيح دي ايانا دبا صعدا من مشركة وعرابية غورث بن حارس لديه جري ايا دبا صعدا رير كي سيبا الله سو دمييي دات كي سيبا الله سو لايي حولي سيبا الله سو قاتي ايمي سنكا سعيري عروها يا نبي اصحابتا انو علاكو يهلو ووجيه دا نبي قو قيت كي هو سرد كالقي اصحابتا نويس زحدين وقت الظهيرة ويان عداد وكليل قيت هار في عام با نبي قال الله دافي سيفتي سي نبي قو قيت كو سردي وصحدين نبي قو عليه الصلاة والسلام نيكي نبي قو انتو دولي مدي ايو سيفتي قلقا كساري مركاسو نبي قو كوكعي رسولكو مركاسو نبي قو نهاك لقاد وابا نيكي ودول تاقنبا مركاسو يري الا تخافوني ميانا ديقا عبسنين مركاسو نبي قو نميكا عبسن ما يو مركاسو يري من يمنعك مني ايا كا من عنكرا مانتا مركاسو نبي قو الله صدح جر ولي اسعار النبي قو وركا ما ينق قصة دا دقال كا ميشا كدعا يا نبي محمد مويانه اسعار دي سور كما قبان ويهردان واسد حديث كو دقا يو سيفتي با كدعا دا نكي اسلامر كي نبي قا سيفتي قاتي نبي قو مركو سيفتي قاتو نكي قبتي ايو نبي قو اسعار تي او ياري سوكا عبدو سوكا عين مركاسو نبي قو قصة دي ميشا كدعا دي من الف الى ياء ايوه اسعارته وقوى الرمي محلو قد جيدا النبي قصد داس ان هذا اخترد علي سيفي وانا نائم فاستيقظته وفي يده سلتا فقال لي الا تخافني فقلت لا فقال لي من يمنعك مني فقلت الله 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 فسقط السيف من يده قصد ماشا كد هذه اسعارته ما جوجن لكن النبي قوى الرمي محو النبي قوك جدا قصده وقو الرمي يا توكل كبريا توكل اعتماد على الله مخلوقه دن سدو دن يهي لا يتحرك إلا بإرادته ولا يسكن إلا بإرادته وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد فلا راد لفضله لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد دعاء بعد كل السلام النبي قد دعاء آخر جري أمتنا النبي قد دعاء أوبري دعاء دي سوى إيمان ونفي إثبات قرآن كوى إيمانيات قصص الصحابة يسير دي نبي محمد ورن إيمانك كبرى سا أحد غزوة أحد يا غزوة بدر غزوة حنين اي من سد دروس با امد النبي قد دوبان هذا امد فهم الدين كم دروس في هذه الغزوات بدر تدباتا قال اللهين تدباتا قال نواحدين احد تدباتا اصحابت النبي قال اللهين انت صعيد رقنا ولا قد دواعي لابد غزو علماء ذو حير هذا من كم منفعة بدن ابن قيم الجوزي زاد المعاد وحكوش هاي غزوة أحد أيا كم منفعة بدن بوي كفائدة بدن كعبرة بدن كدروس بدن كفتوحات بدن بوي
kow ta labaad waxaa la ogaaday cadowgii gudaha ku jiray baa la ogaado saddex boqol oo munaafiqiina isla markiiba gooni u baxday beder lama garan munaafiqiinta laakiin uxud munaafiqiinta muslimiinta ku dhex nool baa la gartay maalinkii darsiga labaad waxa weeyaan waxaa kaloo la tusay ummadda nebiga in muslimiinta inay dhintaana ay meesha ku jirto oo ilaahay qaarkood uu shuhadaa ka dhigan karo darsiga kale waxa weeyaan jamaacuu nebigu qaaduu buurta dhigay jabal rumaad halkaa haddaan ka dhaqaa haddaan adkaani haddiina naga adkaadaba ha ka dhaqaaqina buu rasuulku yidhi dagaalkii baa bilaabmay isla markiiba gaaladii waa la jebiyey haniimadii bay gurteen muslimiintu jamaacaddii uu nebigu buurta dul dhigay ayaa iskhilaaftay qayb waxay yidhaahdeen dagaalkii u dhammaadee haniimadii xoolahan guranay na dhaadhiciya qolo waxay tidhi nebigu ha dhaadhicinay buu dhe jooge xagga udha dhacaysaa khilaaf maxaa dhacay khilaaf ijtihaadi weeyaan waa khilaaf ijtihaadiya weeyaan jamaacaddii qaarna way hadheen oo amarkii nebigay fuliyeen qaarna way soo dhaadhaceen isla markiiba khaalid bin waliid iyo cikrima oo ciidanka fardaha ee mushrikiinta watay ayaa arkay ciidankii buurta dhabarjebinta ka ilaalinayay oo kala jabay isla markiiba dhabarjebin bay ku soo sameeyeen muslimiintii oo haniimadii oo xoolihii guranaysa ayay xagga dambe kaga yimaadeen toddobaatan asxaabtii nebiga ka mid a ilaa koob iyo toddobaatan bay laayeen nebi maxamedna dhaawac baa loo geystay maalinkaas aaway nusraddii nebi maxamed uu dhex socdaa asxaabta abuubakar uu dhex socdaa cumar uu dhex socdaa cumar uu ku abuubakar uu ku jiraa cusmaan uu ku jiraa mubashiriintii way ku jiraan muhaajiriintii way ku jiraan ansaartii way ku jiraan ahlulbeder oo dhan baa joogta ducadoodu waa mustajaaba cid ilaahay uga dhowiya kama jirto maxaa looga adkaaday nasrigii maxaa looga rafacay waxaa la yidhi nasriga waxaa looga rafacay jamaacadda nebigu uu buurta dhigay ayaa amarkii nebiga jebisay maadaama amarkii nebi maxamed aad jebiseen fa markaa nusraddii ilaahay waa niga rafacay weeyaan hal amar oo nebi maxamed ka soo fulay hadday khata ijtihaadiya ay u jebiyeen oo ilaahay nasriga uu ka rafacay ummaddaa maanta dhibaatada ku jirtae diintii ka fogaatay sidee bay nasri ilaahay ku filan inay ku hesho nebi maxamed oo jooga ayaa nasrigii laga rafacay ummadda markii amarkii nebiga ay jebiyeen waa darsi ilaa yowma alqiyaama ogaadaa lagu leeyahay aayaddii maxay ahayd macalin minkum man yuriidu awalkaygii itusciduuna walaqad sadaqakum allahu wacdahu itaxusuunahum biidnihi xataa idaa fashiltum watanaazactum fi lamr wacasaytum min bacdi maa araakum maa tuxibuun minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu alaakhira uma liyabtaliyakum walaqad cafa cankum afartaasaa ku dhacay fashal tanaazuc xubu dunya macsiyadna way ku dhaceen amarkii nebiga haddii la jebiyey macsiyaa dhacday haddii asxaabtii nebi maxamed cid ilaahay uga dhow caalamka aysan jirin amar nebi maxamed ka soo fulay qaarkood hadday ijtihaad u jebiyeen nebigoo la jooga nasrigii laga rafaco toddobaatan nin ku dhinteen oo nebi maxamedna lagu dhaawacay ummadda maanta taariku salaagii ciidda ka batay nasri ilaahay see ku filanaysaa allah ina fahamsi fa walaalayaal maa huwa alxal xal waa maxay iqaamata alumma cala addiin xal kale ma jiree waa in ummadda mar labaad lagu dadaalaa oo lagu istaajiyaa maa kaana calayhi annabiyu waasaxaaba asxaabtii nebi maxamed iyo zamankii nebiga ummaddu waxay qabtay iimaan iyo diin haddee mar labaad ummadda u soo noqoto gargaarkii ilahay halkiisii buu taagan yahay gargaarkii ilaahay waa halkiisii diyaar buu ilaahay leeyahay gargaarkiisii laakiin ciddii loo gargaaraya caalamka jiran maanta gargaarka waxaa la sheegay in mu'miniin loo gargaaraayo ina allaha maca aladiina taqow maciyada ilaahay muttaqiin baa la sheegay inay helayaan aaway muttaqiintii aaway mu'miniintii wallaahu yuxibu almuxsiniin baa la yidhee
أو محسنينتي والله يحب الصابرين بالليلة أو الصابرينتي إن الله مع الصابرين بالليلة أو الصابرينتي مانتا صفات في القرآن كوي كتو الله لكن تدك الصفات كاقب مانتا عالم كنتي جوغان فجودك دعوة ولا الوينات فهمتان ولا ليال واحد دعوة اللو قد اللي يوحى ويان ورمر لبعض هالصون ولينو صفات الإيمانيات صفات اللي قم متيسر يقرقار كإلهي هي معيدة إلهي هي مارك تاني نصرة غيبك أي اللي قد اللي دعوة اللي قصون ولي مر لبعض تاسا دعوة اللي قد اللي يحي خروجك أفرت بلودي أفرتك ووصايا الويان والوصايا لها حكم المقاصد ولكن الهدف ومحي إحياء جميع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وإلا النول هي اللي قد صرق لي وحليه حين نبي محمد ولي من دي محمد لي من نبي محمد دين دا مايسترا إيمان كاملة دين دا مايسترا دين دا مايسترا دين تو الزمن كينا كتبتا يكون دا مايسترا تهي نلشى بشر يده ويكام مغانتا هل كان نبي محمد دين تو كتب مايسترينا ما هين كتب والله والله وحو كتب مايستري حياة الصحابة رضي الله عنه نلشى أصحاب دين تو كتب مايسترا حياتها الصحابة والنور والدواق وحياتها الإلهي ورالك كان نقضي ويان إلى رضي الله عنه فلذلك ورال ما تفردي نوم جوك فردي نوم جوك يوالو من نفت هذا كود دال عالم كنا وكسوك إياه ساد نفت هذا كود دال نفت هذا ساد إلهي يقول دواء الله هيد بشر كادو يده كنو الله آد إلهي حقوك وقير الله هيد ودواء الله هيد تاسا إلهي نكي نو دورتي هذا الشغل أو كعنو إلهي دعا دنو أقبل إياه إلهي بينو قرقار آية حبيب النجار تضبات السنة أيو سنة عابد آية صدح نمبا صومرت الرسول وحيري أنو سنة كاسان عابد برس إيا حنون كان وان قبا أم الدين اللي مدقنو ميبا كدقنا هاي هدا دي دعا عيسان وان إسلامي هدا دي دعا عيسان وحنون كان إلهي قد القادو أنو وان راعي بيدي وان الإسلامي وأدعيين حنوكي با إليك دول قادي هروك إسلامي ويسوع دافن مقالة دي با إمادين دادكي با الدين تي إيمان كا وقو يهدين مرقاسا الله تشهدو الليلي سد حذن نوح عصوب با إلي إمادين هل الله يو حبيب النجار با مغلوي قوم جيسي إنه او تشهدين سد حرسل وكسع تمارك تاني من عند الله با مفسرين تو دادين قارنو عير هذا النبي عيسى صدري هل ما جرس كودا جي والدعاء ويا سعادة قدي سعادة نو ايه قساني الله نفهم سيو بس وقابلنا ان شاء الله اوي مدي قرآن كوا عجيب ويا وقلبك قرآن كاللوشك قصة داس وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين سلامك يبو صور دي أردك سوى قرآنك اللغو شاكي رغن نمبو حدا الله مرخاتك عي سعدك سوى قرآنك اللغو شاكي هذا الكوكوها اللي قرآنك إلهي وكو شاكي محوير يا قوم تلك يو اتبعوا المرسلين كوا راعة وتود بالليبان إساني اتبعوا من لا يسألكم أجرا ولبا نمان كان أجر يا مشقايد نقدوني مايان اسكر راعة وتود بحنون إساني يكون ويهانون سيهين محو ايري با ليري نمان كان واحد ديو نقدوني مايان لكن نقدوني ما ينحويري مركا ودو عيين الى اي عافماتك اوصيي اي حول الربين اوصيي اللي مركا سيكون اي انك وحبا مقادا الهي درتي بانك امد وحقو شاكنا داتكن حق الهي بانو قوينا شغدنا واشغى الهي نو دورتي عنك ويحنون سيهين بيوريو نمان كان دين توي بكم وغطا ايكا تقوى دي بكم وغطا ايمان كي بكم وغطا طاعة دي بكم وغطا عدالة دي با كم موقتا إحسان كي با كم موقتا نلشو دي با الدين كم موقتا وان أركانو قوية أرسكر راعوت دي با الليبان إساني مركاسي صدح دي الرسول وابسكي اللوبينو إساقي با مركا قبتين با الليلي مركا بي كوي رادن عدقونا مر عسل تهي وما لي لا عبد الذي فطرني وإليه ترجعون محانا نوع عبدين بيور إلها يا أبو ري إبلابي يا حقي سلو نقونا يو يا مخلوق ودن إسكا أبو ري كائنا عبد حق بيقوي يا شيء عبادتي سنة ويقو واجبة محانا نوع عبودة يمور لحاس كاسي حقي سيقو يارين مركاس سيقو يرالين دين تا كان نقو كما نقو نيبوري
dhulkay ku aaseen baa layidhi, markaasay mishaar dul dhigeen, ka noqo diintaada. Culimmada qaar waxay dhaahdaan maye meel dhagax le intay dhex saxiyeen ayay dadkii magaalada ku yidhaahdeen qof walooba dhagax qaadoo ku dhifo, sidaa ku dhintay. xabiibu najaar cajiib, innii idan la fii dalaalin mubiin, haddaan diinta anu aan ka laamo baadi cad iyo dalaal cad baan ku suganahay, buu yihi khasaare cad. innii aamantu birabbikum fasmacuun, halkaa isagoo jooga buu dacwadda fidinaya, u fiirso. innii anigu aamantu waxaan rumeeyey birabbikum, rabbigiina ayaa rumeeye, fasmacuunii imaqla, buu yihi. waa markii u dambaysay naftu ay kasii baxayso ee mididan ula dul taagan yahay ayuu hadalkaa ku hadlayaa. waxaa la yidhi way dileen, ilaahay qur-aanka waxuu ku sheegay mar allii markay dileen isagii ilaahay wuxuu ku yidhi qiila dkhul iljanna, adigu horta jannada gal baa lagu yidhi xabiibu najaarow. jannadii markuu galay ee manaasisheedii iyo karaamadii markuu arkay muxuu yidhi qaala yaa layta qawmii yaclamuun. ibnu cabbaas wuxuu yidhi nasaxa qowmahu xayan wamayita, isagoo nool iyo isagoo dhinsan baa ninka qoomkiisa u nasteexeeyey buu yidhi. cajiib, way dileen, markay dileen iyagii may raaxaysan kamay dambayn. ninka ay dileen waa nin daaciya, waa nin dareen umadeele, waa nin ummadda u samafalayay, waa nin ummadda u nasteexaynayay, saddex rusul u kaalmaynayay, xaqa ayuu ummadda ugu yeedhayay. ninkay dileen nin ciyaara maaha, waa nin ilaah agtiisa qiimo kula weeyaan. waxaa la yidhi wmaa anzalnaa calaa qowmihi min bacdihi min jundin min alsamaa wamaa kunnaa munziliin in kaanat ilaa sayxa. jibriil calayhi salaam baa lagu yidhi waagu markuu baryey wada kacaan, hal mar keliya ku qayli baa la yidhi, hal mar keliya ku qayliyey qalbiga iyo maskaxdaa wada dilaacday baa la yidhi. kam muslimaa maanta caalamka ku dhimanaysa oo lagu laynayaa, ilaahaw noo gargaar muslimiinta, duco kasti salaad walba meel kasta gaalaa laga habaarayaa, miya habaarkii maanta? hal nin bay dileen qoomkaasi, halkii nin baa ilaahay raaciyay qoomkii oo dhan, hal malaayiin muslimiina maanta lalaynaya caalamka, aaway ducadeenu halkay tegaysaa? waa duco shuruuddii baan loo buuxin. shuruuddu waa maxay? dacwadda horta ka horaysa 950 sano nuux ayuu ummaddiisa qoomka ugu yeedhay, qoomkiisuu diintii iimaanka ugu yeedhay, markay gaalnimadii ay ku caddaatayna rabbi innii maqluubun fantasir, ilaahuw layga qaalib noqoy haddeed hoole, ilaahuw ii gargaar buu yidhi. 950 sano dacwad, hal habeenna maaragtaani duco. fafataxnaa abwaaba asamaai bimaain munhamir wafajarna alarda cuyuunan faltaqa almaau calaa amrin qad qudir, baa ilaahay yidhi mudammiraat alilaahiya, samad iyo dhulka biyo laga furay, hal qof oo gaala adduunyada kuma hadhin maalinkaas. fa walaalayaal, shuruudda han buuxinno, dacwadda han u kacno, xaqa dacwadda markaan fulinno, ducadeennaa mustajaabo noqon, waxaan doonnaa ilaahay markaa ina siinayaa. dee shaqada inaanu kacna diyaar ma u nahay? ayaa bal u diyaara cimrigiisa laga bilaabaa, maanta laga bilaabaa inta u hadhay inuu diinta ka shaqeeyo. taaga gacanta la bakhaylin, lama goosanaye, allah inoo dhib yareeyo, aamiin dhahada. fa walaalayaal, dhegaysta mid baan iga dalbaynaa, saaad u dhegaysateen awal ilaa aakhir ha kicin, haddaba fadhiya ijtimaaci baa dhow, ugu yaraan 300 oo jamaaca sanadkan doonaynaa inay dalka gudihiisa iyo dowladaha afrika oo dhan ay jamaacadeeda inu gaadhaan baan doonaynaa. culimmada waxaan ka maqalay hadba halka jamaacadadeenu ay gaadhaan baadilku inoo soo dhaafi maayo baa la yidhi. hadba halka jamaacadadeenu ay gaadhaan baadilku he inoo soo dhaaf, khayrkeennaa socon, baadilku halkaa inoo soo dhaafi maayo, khayrkeennuna uu socon, uu sii gelay. shaqada diinta wax weyn baa ku jira, allah ina fahamsiiyo. fa nuriid majmacan, nin duco qaata habeen dambe, jamaacadadii oo dhan habeen dambe soo xeroonayaan, ilaa 100 jamaaca la filaya habeen dambe 4 bilooda inay soo xeroodaan. hadday 500 jamaaca min 4 bilooda muqdisho ay ka baxdana, weli inta suuqa ku hadhay ma yar yihiin? ma yaro. fa in shaa allah, bal ha la hadhini walowba xooggaaga iyo tamartaada iyo raganimadaada ilaahaa kugu deeqay, adna ilaahay ku deeq. khud min nafsika linafsika weeyaan, marka lagu leeyahy ilaahay dartii u bax, waa naftaada ka qaado, naftaada u qaad weeyaan dacwaddu, cid wax u qabanaysid ma jirto. adaa soo islaaxay.
dad badanoo muslimiinana sababtaada ilaahay ku toosin, shaqadana maanta caalamka nooga furan waa fursad saciida weeyaan. Fa markaa insha allah kulligeen horta waa niyooteen cimrigee.